الموت. فيكم يا شباب؟ غلط غلط. انتوا ما عندكم مشهد يعني؟ يلا بسم الله. يا فتاح يا كريم يا رزاق يا عالي يا رب ارزقنا من واسع فضلك. يا رب ارزقنا يا رب. يا رب الضاع تروح بس مش ضاع احلى يا رب. لو سمحت ممكن اشوف البضاعة اللي عندك؟ شوف هذه اختر اللي تبغى. ليش اشتري البضاعة؟ هذه بالله بضاعة يا اخي بضاعة ما شاء الله زينة. وش اللي زينة؟ يا اخي البضاعة معروضة قدامك، تبغى تشتري اشتر، ما تبغى؟ عندك 24 محل. اصلا يا اخي تصدق انا لو اني رايح محل غيرك احسن، وش شوف البضاعة اصلا كيف يعني، ولا تطوير وحتى ولا عربة ولا شيء يعني، انا بفهم انت تبيع ولا ايش؟ الحمد لله اني ابيع والديكور معجبني الحمد لله. هذا اذا في ديكور اصلا. تصدق اشترها ما عليك، اشترها على اللي يجي ويجي يشتري منك. يا اخي بالله شوف بضاعتك، والله حرام. لا 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 وجالس بعد. لا اله الا الله بس. والله. لا اله الا الله. يا اخي تصدق اقول لك شيء، يا اخي دائما انا اشوف الناس اللي هنا حولك يعني طبعا المحلات. كل ما جيتهم كل بين فترة وفترة يعلى منصبهم كذا ويصير لهم هيبة بالسوق، اما انت بس جالس ما تغيرت ولا شيء. الناس اللي كانوا الان مثلك الان هم تجار السوق، وانت بس هذا هو اللي انت فالح فيه. يا اخي الزمن يمشي والناس يمشون معه، اوكي؟ اما انت جالس في نص بعيد موقف، اتحداك بس تمشي بس. قرب يا بعيد، قرب يا بعيد، قرب عندي كور للبيع، قرب يا ولد قرب. انت تشتري من محلات زي كذا يا بدر صح؟ ايوه. قرب يا بعيد، قرب. وش المحلات ذي الخايسه؟ اكون خايسه. طب الخضار احلى. خضار احلى بلا خوبه. خايسه ها؟ يا اخي ما قال خايسه، قال كوره. كملوا. طيب. إنما الأخلاق روح لجمال لا يروح، أدب الإنسان عطر في الورى دوما يفوح. كل من يحيا خلوقا عيد بركة. عادي عيد عيد عيد. أنا بسمع الكلام هذا لانه انا كانت اخلاقي هنا ما هي كويسه. لازم اسمع الكلام هذا. تبغاه؟ ايوه سمعني. طيب. سمعني. ايوه يقولك انت عيد من جديد. يلا عيدوا من جديد عشان يوصلكم اياه تمام بسرعه. انما الاخلاق روح لجمال لا يروح، ادب الانسان عطر في الورى دوما يفوح. كل من يزهو بحسن دون أخلاق قبيح، إن من يحيا خلوقا ذاك يا صاحي المليح. الله 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 الله.